السلام عليكم يا جماعة، أنا أخوكم محمد أحمد، وزي ما قلت إن شاء الله في الفيديوهات عن العربية الجي دي إم. أنا دلوقتي في شركة الغاز بركب غاز للعربية. أنا لسه واحد زميلي إمبارح الصدفة بيتكلم معايا، كان راكب غاز في عربية جي، فبيقول لي بقول له الدنيا يعني إيه النظام وكده. قال لي انا اشتغلت حوالي 600 جنيه، معنى 600 جنيه ده ان هو شغال ما لا يقل عن 12 ساعة. 12 ساعة اشتغلت، عملت ربنا كرم يعني ب 600 جنيه. قلت له حطيت بكام؟ قال لي حطيت مش فاكر، قال لي 80 او 100 جنيه بس. قال لي 80 جنيه بس. بالنسبه لو الواحد اشتغل ده بنزين، معلش بس ممكن يكون الصوت مش واضح عشان ما فيش مايك بيشتغل، بس مثلا سماعه الموبايل. واحنا مثلا كنا بنمشي بنزين، بنمشي ممكن مثلا نحط في نصهم، نحط 200 جنيه بنزين، ممكن نحط 80 جنيه غاز، ممكن نحط 200 جنيه بنزين. طبعا فرق كبير جدا. هما كانوا كاتبين لي، هما كتبوا لي ان انا هنضف البوابه، كان تنظيف البوابه بس. ورحت عملت فعلا نضفت البوابه، بس في مشكله هنا برضه في الجيل، عشان في ناس عملت الغلطه دي كتير وحصل لها مشاكل كتير. تنظيف البوابه يكون عند حد متخصص ويكون عنده كمبيوتر عشان بيرجع يفوتها لك تاني. تنظيف البوابه بيكون عند شخص متخصص عشان بيرجع يكود هالك تاني، لان يعني في ناس لما تنضفت البوابه ومات والعربيه ما اتكودتش حصل فيها برجله كبيره جدا. يعني انا الميكانيكي بتاعي ساعتها كنت بساله بقول له انا عايز انضف البوابه وكده، قال لي لا هو بس ما قاليش السبب. بس لما رحت عند حد متخصص عنده كمبيوتر كودها لي فعلا، وقال لي حتى عندك مشكله في موبيلك، بس يعني ممكن تمشيك شويه، بس انت يعني ان شاء الله مثلا في اقرب وقت ابعتها وغيرها لي. تمام الكلام. النقطه بقى المهمه، انا دلوقتي في عرض في شركه الغاز. انا كنت جيت سالت من حوالي 5 شهور على موضوع الغاز، لقيته ب 11700 حاجه زي كده. قسط على سنه من فضلك. شركه الغاز عامله عرض ب 8265، عاملة عرض ب 8265 لمدة سنة. بتدفع أول شهر 1050 وكل باقي 11 شهر 660. بقول لكم تاني يا جماعة، شركة الغاز عاملة عرض إن أنت تركب غاز بدل ما كان ب 11700 هتركبه بيه 11700، هتركبه بيه 8265. واقول لكم طبعا الاوراق المطلوبه، الاوراق المطلوبه طبعا هي رخصه العربيه في السريع، ورخصه صاحب العربيه، بطاقه صاحب العربيه وضامن، يعني رخصه العربيه وبطاقه صاحب العربيه وضامن لي، وكل واحد يجيب ايصال كهرباء او ميه او غاز، ايصال مرافق، ايصال مرافق حديث ما يكونش عدى، يعني ايصال مرافق حديث ما يكونش عدى عليه 3 شهور. اقول لكم العرض ده، يعني شركة الغاز عاملة عرض ترتيبه ان انت تطلع عربيتك للغاز ب 8265 الاوراق المطلوبة. بالنسبة للعربية الجيلي 300 جنيه اللي بتدفعهم، و 300 جنيه بتدفعهم صورة البطاقة، صورة بطاقة الضامن، صورة الرخصة، رخصة صاحب العربية طبعا، وصورة رفاقته وضامن معاه. كل واحد يجيب ايصال مرافق، مية نور، مية أو كهرباء أو غاز، ايصال ما يكونش عدى عليه 3 شهور. تمام الكلام؟ طبعا قبل ما هما طبعا بيكشفوا على العربية لو فيها أي حاجة، بيقول لك مثلا الضغط بتعمل إيه، مثلا يقول لك تمليك كده تظبط حاجة، يعني المهندسين هنا بيقولوا لك يعني حد لو قدر عنده مشكلة يعني. أهم حاجة بس تعمل حسابك إن أنت طبعا تجيب بجهال و يعني وتشوف طقم الكهرباء بتاعك الدنيا عندك كده. تمام الكلام؟ أهم حاجة، أهم حاجة يا جماعة، بس خلي الناس تاخد بالها من النقطة دي.
طبعا الناس تخلي بالها طبعا من السواقه العربيه اكتر من الاول. الناس تخلي بالها من السواقه العربيه اكتر من الغاز الغاز الاسس الزيتي او يعني قبل ما مثلا ما الزيت يخلص او الفاتوره عشان الغاز الحاجات دي اللي انا قلتها في الكلام. انا حتى برضه لسه عامل التكييف بتاع العربيه عشان احنا ما نمشي على طول، غيرت الفلتر التكييف مش عارف التكييف عشان الفلتر التكييف كان قليل قوي. فاضل حتى بس ان انا قلت ان انا عايز اغسل العربيه بس عشان المسدس كده اضرب في سرابنت، يعني المسدس اللي معايا يضرب كده في سرابنتين العربيه بس التيم اللي فيه تمام. يعني ربنا هو الموضوع الاصغر ده، يعني هو انا ما كنت والله معترض عليه عشان كنت خايف على بعض الناس تقعد تقول العربيه والعربيه بتحصل فيها مشاكل كده وممكن بيحصل مشكله في العربيه، لكن انا تابعت ناس محترمه كتير، تابعت ناس محترمه كتير عامله فيديوهات عنها، عامله فيديوهات عن الغاز وناس كتير بتشكر في الغاز وما بيحصلهاش مشاكل في الغاز. واهم حاجه طبعا خد انت في ان دي عربيتك ان انت مهتم بيها وهي رجل واحده بالنسبه مش اكتر من غيرها، ما تضغطش عليها ما تضغطش على عربيه هتلاقي عربيه ان شاء الله. نقطة تانية مهمة عشان موضوع الغاز، أنا كنت بقول لعفشاني وقال لي الغاز بتاع الجيل، قال لي أنت هتركب علات عشان العربية عندك بوتي، ولما تركب راس تلقى شوية الناس برضه تعمل حسابها إن هي تركب علات، علات برضه عشان العربية تعمل. وأنا إن شاء الله يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله هروح للعفشاني وهصور لكم برضه فيديو من هناك بإذن الله تعالى. ويعني هتابع كل لحظه بنفسك تمام. اهم حاجه بس نقطه مهمه، الناس اللي بتعمل البوابه بوابه الجيل تعمل البوابه عند حد متخصص عشان يرجع يكود تاني، يكون عنده كمبيوتر ويرجع يكود له العربيه عشان ما يحصلش اي بركه في العربيه. وبعد ما تحط بعد ما تكود العربيه طبعا تحط في البوابه 95، بس 95 حتى يعني ايه لو في اي رايش في اي حاجه الدنيا تفوق شويه. ودعوات كلها ان شاء الله بالتيسير يعني، والنهارده هو بركه الغاز وربنا يحسها ان شاء الله، هقول لكم ان شاء الله يعني الفيدباك او الرياكت بتاع الغاز ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله تكونوا لايك شير سبسكرايب يعني ربنا يسهل معانا وعليكم.